حياه بريسلي فدين انتشرت اسالب وقوم فروعات الاداء ودقه الحركه مع اسره بريسلي نجمع على ديزي نقول بسلام المكان الجدار القديم ما تعرف ايش الاخوه الجديد احسن مكان الجطاب جيرمان كارلولا فعلا تلك المزيه ولا في كتاب الكتاب في حيره ديزي اللي لقطت تكفان سلام وريحه عشان النهار ثلاثه الزر من جيلت الاخوه جيلت الاخوه الجديد في نظرك شكون في نظرك شكون الريح اللي منطق شرع اكيد هي باش نظر زيت القشر يا ابو ماجر سعاد خبر اموت ديال الفعاليه الناس بعد سبع ما طب اجي درت يخدمونا يا بن شندر مع هاد القشره عاد في العجلة المؤتمر العالمي الشرق الاوسط الناس عقد الزدك يا بن شندر زيد القشره يا موما اي ياك لاباس عندي مشكل في الاماء قرشي مسروق في العجلة في مشاكل كانت غادي الكلام توازنا نمشي اكتب ذات تحت اكتب يا الوحيد اللي رزق اكتب له غسمة تطبع لك ساعه انت في حاله سامع في 15 متجه وتجي مسات علميا والجد عجل متخصص رخص بدري وضع عند بارطه ما موارف راسه على الامعاء اي يا مشاجي يقول يقول بس هسه كمل اش كتعرف بلي فطر مهم عقول نفس الشيء كتب لي مكسخ محمق على ما نفطر قلت نفطر بس كما تشبه خمسة درام تن 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 يوم عصر خدقني فوق يوم عصر جديد واحسس لي ممجوج بيبيع عقل بفك من اجل خطوره مثليه لكن زكوا بين تركيب الربع ياك عطاني كيلو من طاقه بالصندوق انا معتبر يوم عصر تم قلب بفك يا شي طراف طراف قال اقراف حنت انا كاني في الكلام الكاكاو عندك جيت مرات حاليا خذ احتراف جياب كومون جياب وفي المين موتر مو دبلج بالدريس المغربية جياب صعب لي ايش قلت هذه عيشة مبقاش ديال جياب جياب وصعب جياب وصبت هذه عيشة مبقاش ديال كوسا ولا كريتي مويل جياب من اثنين ايج صافي